سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان. اهلا بكم مرحبا بكم الشيخ. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص والعيد خلص ومبقاش قدام مني غير محمد الحلواني. يعني شوف بقى واحد من ايه لايه، كنا فين وبقينا فين. جاي لي بيقول لي عايزك بقى تعمل لي شويه اكلات حرشه عشان انا طالع من الصيام. كان عايش على الفول والطعميه الراجل، قال يعني ايه في تقشف، وانا عرفت كان بياكل ايه طول شهر رمضان وعرفت القصه ماشيه ازاي بفش الله حليم ستار. لكن النهارده عايزين نخش على الحاجه الحرشه، لان احنا من العيد للنهارده كلنا كنا باللغ، فعايزين نعمل حاجات بسيطه وخفيفه على الجيب وعلى الصحه. هنعمل مجموعه الكشري، عندنا الكشري الاسكندراني مع البيض المدحرج، عندنا الكشري المصري الجميل، عندنا حاجات كتيره. مش عايز احرق الموضوع بتاعنا عشان نشتغل مع بعض سوا كده. عندي رز وشعريه وبصل، مكرونه وصلصه وتوم، كمون وشطه، عدس، زيت عباد الشمس كريستال. بعمل مجموعه المكرونات اسلقها عشان خاطر اطلع حبه كشري بمرض الله، حبه كشري بمرض الله. احط حبه زيت عباد الشمس كريستال الاول اهو، كده ادي حبه ملح. هنعمل سلكشن او هنسلق مكرونات مع بعضيها. عندي مكرونه، انا عايز اعمل سيرفيس كبير، ادي مكرونه سباكيتي اهي، مكرونه مقصوصه. كل المكونات دي مع بعضيها ونقلب فيها كده عشان ايه كلها تستوي مع بعضها. ثلاث انواع مكرونه عندي. المخرج بيقول لي طب ما سلقش ليه كل واحده لوحديها؟ طب يا عم محمد، ما دي مكرونه ودي مكرونه، هنقصله كل حاجه لوحديها ليه؟ ولا انت عايز بس تعذبنا على الصبح؟ ولا انت زعلان عشان جابوك من على القهوه عشان تشتغل؟ مش عارف. طيب يبقى كده حضراتكم نقلب ونشوف ونوصل لايه. ست ريم. الو. ايوه يا شيف. ايوه يا ريم، ازيك؟ صباح الخير يا ريم، انا بحبك قوي. كل سنه وانت طيبه يا ريم. الحمد لله. وانت طيب وامور يا حبيبه قلبي. عايز اعرف ليه الكشري بالكبده. ليه الكشري بالكبده؟ حاضر. بصي، الكشري نعمل عليه كل حاجه، ممكن نحمر كبده ونحطها عليه، نحمر بيض ونحطها عليه، نحمر فراخ. الكشري عباره وجبه رز بس، ما اضحكش عليكم، الكشري بالدقه بتاعته والصلصه بتاعته وحبه الباذنجان المخلل متشكرين. لا عايز كبده وش اهم، ده الشطه اهم حاجه والدقه. فان نعمل سمك لبن تمر هندي مش هينفع، فالكشري كشري واللحمه لحمه. طيب يبقى كده نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين نعمل رز بقى بالشعريه. رز يا عمي، هو ممكن اعمل الشعريه لوحديها وممكن سواء، مش يعني مش خاش يعني، مش العمليه مش مستاهله. حبه رز بالشعريه تعملوا اهم اهم ونخلص موضوعنا. طيب نحط دي كده على النار ونصلي على سيدنا محمد. كده طيب المكرونة شغالة، ناخد حبة شاي وناخد حبة زيت
نحمر فيها الشعرية كده. حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا جماعه العمليه سهله جدا وجميله جدا، ما فيهاش يعني حرفنه ولا منظره. حبه الطماطم دي هنقشرها عشان في الكشري نعملها صلصه كده حلوه، وما تبقاش ايه فيها القشر والحاجات اللي هي بتبقى مش حلوه قوي يعني كده. هنعمل صلصه نوعين، نوع بالشطه ونوع من غير شطه عشان اللي ما بيحبش الشطه. نعمل دول كده عشان يتقشروا بسرعه معايا اهم. لا انا مش بعك يا مخرج، عيب ما تقولش بتقول انا بعك. لا يعني احط لها حله مخصوص عشان احط رشه ميه سخنه، وما تخليك برضو لماح، لازم نبقى لماحين. ايه اللي خلاني اشغل 100 حاجه وانا قدام مني حاجه؟ بقول لي ايه اللي انت بتعكه ده؟ انا ما بعكش، ونلتزم مع بعض كده على الصبح عشان ما اعملش قلق. ما تردش عليا لو سمحت، والله العظيم الراجل متكلم انا بتبلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب يبقى نحمر الرز بتاعنا الشعرية، نخش على العالي كده. طيب يا ست دعاء سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيف شربيني؟ ازيك يا ست دعاء، كل سنة طيبة وحضرتك طيب. ازاي حضرتك؟ في نعمة الحمد لله. والله بتمتعونا بصراحة بأكلاتكم الجميلة دي بصراحة، يعني احنا لو طولنا نجيب حاجة من السما لحضراتكم، بس مش طايلين، نفسنا نعمل أي حاجة ترضيكم لأنه انتوا حبايبنا. ربنا يديك الصحة يا رب. أموريني أموريني سعادتي. الأمر لله واحد. حضرتك أنا عايزة عيد ميلاد بنتي قرب وعايزة أعمل لها تورتاية. من عندي ومن عندي. هقول لك على مقادير أحلى تورتاية في الدنيا، هجيب لك مقادير على الشاشة دلوقتي. ربنا يخليك يا شيف شربيني. صوريها بالموبايل. بتمتعونا بصراحة. لا صوريها بالموبايل عشان تعرفي هتعمليها إزاي. هاتي اوضه مقادير الاسبونج. رضوى رضوى فين يا ولاد؟ ست رضوى. طب يا فندم. طيب يبقى بقى ايه؟ نجيب هنا دي. اوعى المكرونه تلزق منك وتعجن وتبقى كبشه مع بعضيها. مهم جدا حضرتك دي، مهم جدا المكرونه بتاعتنا ما تلزقش. الكيكه الاسفنجيه على الشاشه حضرتك، صوريها وهحكي لك ونتكلم مع بعض نعمل ايه. على عيني يا ست الكل. مش لازم اقرص السوى على المكرونه بتاعتي، مش عايز اقرص السوى عليها عشان تبقى على دند، لان هسلقها وهغسلها بميه عشان النشا اللي فيها يطلع، عشان بتبقى لازم مفرفره كده وحلوه. كده كده بنزع القشرة بكل سهولة اهي.
احنا الحمد لله في العيد طلعنا اتفسحنا، رحنا جنينة الحيوانات، وتاني يوم رحنا القناطر واتبسطنا، وتالت يوم مشينا على الماروتية. اسأل فين مع محمد الحلواني يقول لي في اسبانيا. تاني يوم اسأل الحلواني فين يقول لي ده طلع على ايطاليا. رابع يوم راح فين؟ ده نزل على المغرب. قلت الله الذي الله سهل لعبيده، امال بس بتدعي لنا الفقر ليه؟ مش عارف. يلا منين يا اخوي؟ كده بقى حضراتكم اروح جاي يا ست منار. سلام عليكم. الو. وعليكم السلام. ازيك يا ست منار؟ الحمد لله. اؤمريني يا ست منار. ايوه يا فندم. عايزه طريق الكيكه الاسفنجيه. لسه كانت على الشاشه دلوقتي هجيبها لك تاني، حاضر على عيني. بشكرك يا ست منار. اشكرك يا فندم. يا سيد محمد. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا محمد. ازيك يا معالي الباشا؟ ازيك يا عمي؟ والله العظيم بحبك في الله. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله الله، انت ما تتصورش السعاده اللي انا فيها. انا بكلم حضرتك دلوقتي. ده شرف ليا انا وشرف كل واحد في الاستوديو انك بتكلمنا. ربنا يخليك يا باشا، وسلم لي على كل الجروب كله يا فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيب، بنصبح على حضرتك وبنقول لك نارك زي العسل. وعلى فكره يا فندم، المدام منغظه مني جدا جدا جدا. ليه يا اخويا بس في ايه؟ لان حضرتك انا اتعلمت منك كل حاجه وبقيت اشطر منها. ما تقعناش في غلط على الصبح، خلي بالك. خلي بالك انت هتزنق لوحدك، مش هينفعك. لا انا جامد، ما تخافش، احنا منايفه يا ريس. اهلا وسهلا. طيب يلا شد حيلك يلا. المهم ما يكونش عندك سواطير ولا كاس بلاستيك. كل سنه وحضرتك طيب. معودة الايام يا حبيبي. صباح الفل على حماده، اشكرك يا ابني. كده ادي الرز. طب ايه رايكم بقى ترتاحوا مني شويه؟ ناخد فاصل ورجع لحضراتكم تاني، وانا غير المحطه وانا رايح في اي حته. رجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل. الرز بتاعي هنا كده شغال على الشوايه واحده واحده عشان يتشرب، اللي هو بالشعريه. المكرونه سلقتها اهي، بتلاقي شويه زيت عشان ما تلزقش مع بعضيها. نعمل بقى الكشري الاسكندراني. طيب كشري اسكندراني كده، عندي فصين توم مع شوية بصل مع شوية زيت اهو، ونشوف هنعمل ازاي مع حضراتكم الكشري. ادي اهو بصلايه ادي مكعب مرق. عايزين نعمل حبه كشري بمرد الله كده. ادي العدس المغسول بتاعي اصفر، عدس قد الرز. ادي شويه كمون، في ناس ادي شويه فلفل، في ناس بيحبوا يحطوا سن الطماطم بوريه حسب الرغبه، بيحبوا يحطوا شويه طماطم بوريه كده. يا عم حسام ادي شويه ملح. ايه سلام عليكم يا عم حسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حس؟ الله يسلم. امرني يا قمر. انت عايز اعرف طريقه عمل الكريم. اللي ايه يا فندم؟ طريقة عمل الكريب. الكريب كوباية دقيق، كوباية لبن، ثلاث بيضات، ثلاث معالق زيت، ذرة ملح، ذرة سكر. ده سهلة جدا حضرتك. كده هنا اهو.
يبقى ده الكشري الاسكندراني. العسل العدس بيستوي مع الرز. العدس بيستوي مع الرز كده. حطينا بصل وتوم وزيت مكعب مرق كمون معلقة صلصة ملح وفلفل. ده حكاية ده حكاية. طيب نرجع بقى عشان نعمل الصلصة بتاعتنا اللي هي أهم حاجة عندي، صلصة الكشري. هعمل نوعين صلصة كشري، نوعين صلصة كشري. نوع بالشطة ونوع من غير شطة. مخك بيقول هتضحك عليا، هتقسمهم نصين وتحط حبة شطة. فين النوع التاني؟ حاضر. هنعمل الدقة بقى بتاعت الايه؟ التوم. مهم جدا الدقة بالخل والليمون والكمون عشان نبقى ايه؟ بنعمل حبة كشري بلدي ملهمش حل. مش عايز ازود الميه عشان ما يطلعش معجن، عايزه مفلفل. عايزه ايه؟ مفلفل. طيب نشيل دي بقى من هنا على جنب ونغطي كده. نرجع بقى نعمل الصلصه بتاعتي. عندي هنا توم. ست ايمان سلام عليكم. عامل ايه يا شيف؟ ازيك يا ست ايمان؟ عامل ايه يا شيف؟ وانا في نعمه يا بنتي. عايز اسال على البيض بالبسطرمه. على عيني يا حبيبتي، على عيني على عيني. حاضر كده هنا ادي. هنعمل الصلصه بتاعتنا العاديه اللي هي بتاعه الكشري عشان نقسمها على جزئين. انا عندي هنا الطماطم اهي كده، نكسرها كده. حبيبي يا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب كده الكشري بتاعي شغال. كل ما بحبش في اكلي بيطلع تعالي طعم حلو. هي كلها حاجات بسيطة عشان الصلصة بتاعتي تبقى ليها طعم جميل واحس بالجمال بتاعها. بديها مكعب مرق عشان برضو الطماطم بتاعتي متبقاش ايه كده كده يعني. مكعب مرق بسيط. نعمل بقى اهم حاجة عندي بعد ما عملنا دي كده. المهم عندي حضراتكم دلوقتي البصلايه لازم تحمر شويه. لازم اعمل البصلايه المحمره بتاعه الكشري. البصل المحمر بتاع الكشري. ثوم وبصل مكعب مرق للصلصه. ثوم وبصل ومكعب مرق للصلصه اهو. بصفر البصلايه ما تبقاش زي المستكاوي اللي احنا بنعملها كل مره، لا دي ليها طعم تاني كده. ادي شويه ميه هنا اهي. انا قشرتها كده، البصله احمرت اهي يا باشا. لازم تحمر عشان ريحتها تطلع، لازم ريحتها تطلع. ايوه اهي ادي الصلصه بتاعتي. امسح دي كده عشان ما احبش حاجه تفيض مني. ايوه وادي الصلصه الفريش بتاعتي كده اهو كده. هتتقسم نصين وهنقدر نعملها مع حضراتكم دلوقتي كده. دي الصلصه بتاعتي. ادي شويه فلفل، ادي شويه ملح، ادي شويه كمون. عندي بقيه الكمون ده هنا، بروح حاطه كده على البيض.
طيب نوطي النار عليها شوية عشان تشتغل براحتها. ايوه كده تنمل براحتها. نديها شوية مية تانية عشان خاطر دايما الكشري بيبقى صلصة بتاعته تبقاش تقيلة قوي عشان اعرف استمتع بيها. ست هدير سلام عليكم. ست هدير الو. حاولي يا فندم تكلمها تاني. اشكرك على اتصال حضرتك كده. هنا يا ست ام اشرف سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير عليك يا ست ام اشرف. اهلا. صباح النور. صباح الهنا على عيون حضرتك. تأمريني سعادتك انا خدامك. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ في نعمه والله يا ست ام اشرف. والله انا معجبه بيك ومعجبه بطبخاتك ودايما بسمع لك. ما نتحرمش من سمعانك ليا يا فندم. بس انا زعلانه منك قوي. اصالحك على الهوا دلوقتي واعتذر لك. لا انا محتاجه ان كنت في الحجه و30 يوم رمضان وانا بكلمكم وانتم محدش رد عليا خالص. طول شهر رمضان محدش كلمك؟ خالص والله خالص. يعني انت كنت بتتصل بينا واحنا ما بنكلمكيش؟ والله دايما كنت لا كنت اشترك في المسابقات. وبعدين؟ وبعدين ما ولا حد عبرني بحاجه. مش حد عبرك حضرتك ده كل يعني مصر كلها بتتصل. يعني اصل المسابقه دي حضرتك سمعت صوتك انت عندي بالمسابقه كلها. المسابقه اللي فين بقى حضرتك بقى عشان ابقى عارف؟ المسابقه اللي هي تحت العمره. ومسابقه تاني تحت الجنيه الذهب. انا اشتركت في الاثنين يعني. والله ده كل واحد وحظه ونصيبه يا فندم. دي قرعه حضرتك والله. يعني ممكن تكون انت حطيت اسمك ورديت على السؤال صح وجاوبت صح لكن في قرعه. يعني هم لو دلوقتي 100,000 واحد اشتركوا وقالوا الاسئله صح هنطلع ال 100,000 واحد ولا هناخد من 100,000 دول 20 ونعمل لهم قرعه؟ القرعه هناخدهم من ال 20 نحطهم كلهم في تنبوله ونجيب عيل صغير طفل ما عندوش 7 سنين ونطلعهم هياخد ال 20 من ال 200 ولا من 1000 ولا 100,000 ولا 30,000. فمعلش ما تزعليش يمكن ليك نصيب في حاجه احسن من كده. لا ما تزعليش من اللي فوتك تفرحي للي جاي لك. يا عم اسلام. الو ازيك يا عم الشريف؟ ازيك يا عم اسلام؟ وحشني والله يا عم الشريف. صباح الفل عليك يا عم اسلام. انا عايز اسال بس عم الشريف عن طريقه عمل الشاورما. شاورما على عيني ونبي من النبي تدعو لست ام اسلام ربنا يكبر بخاطرها وتقومها بالسلامه كده عشان هي بعافيه شويه. بقول لست ام اسلام الف سلامه عليكي ويا رب البطه السوداء ورب كده تفوقي وتطلعي حلوه كده وتقومي تشرفينا وتبقي زي العسل. الف سلامه يا ست ام اسلام. طيب كده هنا الرز بدا بتاعي يخلص. اعمل بصل اللي هو بتاع الكشري. ناس كتيره بتشتكي وتقول احنا ما بنعرفش نعمل البصلايه بتاعه الكشري. بزعل قوي لما حد ما يعرفش يعمل حاجه. بزعل يبقى احس انها ملهاش لازمه. وبفرح قوي لما واحد يقول ده انا عملت الاكله بتاعتك اللي عملتها وما اترميتش. بابا فرحان الحمد لله يعني لسه واحد بيعرف يطبخ. لكن واحد صاحبي بيروح يعمل الحاجه في البيت وتتعلق له ايه؟ بوسترات. ان الله مين هو مش هنتكلم ولا اقول لكم اول اسمه ايه ولا محمد الحلواني ولا حد. عشان برضو يعني ايه نغطي. انت عايز كمان تعملها يا نهار اسود. يعني انت مش مكفيك البس البيت بس؟ طيب يا اخويا. البصل ده بقى هل احمره كده على طول يا محمد ولا نعنشه وافرفشه واخليه فايق معايا ازاي ويطلع كريسبي ازاي؟ ده يا سلام يا سلام. لا فقيك قوي. لا خليك خليك لماح. انا عايزه يشرب من الدقيق. يشرب من الدقيق ازاي بقى كده يا واد؟ انت يا جميل والله هتشتغل طباخ بعد زي ما يبقى محمد الطباخ بدل الحلواني. ما انا عارف سيبنا استرزق.
ادي حبه الملح اللي عم محمد قال عليهم هم كده. يا عم جميل. الو. سلام عليكم عم جميل. سلام سلام ورحمه الله. امرني يا عم جميل. لو سمحت كنت عايز اسالك على الرز المعمر اللي هو الحلو. حاضر. وهل يستحسن اعمل يتعمل بالرز العادي ولا بالرز البسمتي؟ لا 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 البلدي بلدي يوكل، هو رز معمر بتاع مصر لازم يتعمل برز مصر. رز مصر ملوش حل، هيديك الطعم الجميل والحلاوه وكل حاجه حلوه انت بتفكر فيها. وهقول لك هنعمله ازاي دلوقتي، لان الرز بسمتي ما ينفعش ما ينفعش ومش هيقبل منه خالص ولا هيبقى مفرفر. طيب اقول لحضرتك هنعمله ازاي مع بعض. حاضر على عيني. حاضر على عيني على عيني على عيني يا عمي. وبشكر حضرتك على اتصالك الجميل الرقيق. ناخد سنه ميه هنا كده عشان ده يفوق معايا شويه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشيل بقى الرز ده من هنا اهو ونركب الرز ده كده. ما انساش اقول لكم ان انا حطيت هنا حبه ملح. حطيت حبه ملح ليه؟ واسيبهم شويه عشان احط الدقيق ده كده اهو. ما كترش بقى اكتر من كده عشان ما يطلعش العمليه عندي معجنه. هي دوبك تنسيم الدقيق بسيطه عشان تخلي البصلات تطلع معايا حرشه وكريسبي. ست صوفيا. الو صوفيا هانم. اموري ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ في نعمه والله يا ستي. كل سنه وانت طيب. بعوده الايام وحشني والله. صوت انت منور كل الشاشه يا ست. الكل ده بوجودك عشان صوتك بس وصورتك على الشاشه. يا ربي يخليك، انت الاحسن. الله يخليك. انا وانت طيب ويعود عليك كل الايام بخير يا رب. بعوده الايام يا ستي. تعيش يا جميل. خدام سعادتك اموريني. الرز المعمر على عيني اللي انت بتعمله لنا. على عيني على عيني. اعمل لي البصاره اللي تطلع من ايدك مش قادر اقول لك اوصف لك على جمالها بامانه. يا ست رضوه اعملي لي بصاره بكره لو سمحتي. الغي لي حاجه من اللي عندك واعملي لي بصاره. على عيني من العين دي ومن العين دي. بكره نعمل لحضرتك البصاره يا ست الكل. طيب ده بعضه شغال. شد حيلك يا جميل. ماشي يا باشا. والله العظيم لو اوريكم انتوا الاثنين. تعملوا رباطيه عليا؟ خلي محمد الحلواني ينفعك. استاذنكم واخد فاس وارجع لكم تاني. اقعد ورا المحطه. اضرب رجعنا بعد الفاصل. ادي حمص، ادي عدس هنا. دايما ناخد حبه كمون مع البقوليات اهم، ودولت لسه هنحتاجهم في شغل كتير. وادي البصل بتاعي طلع اهو. نغرف بقى عشان عندنا شغل ياما. نشيل دول من هنا. نصلي على الحبيب كده. ادي الانجر بتاعي ده هنا. شويه فلفل، شويه ملح، شويه فلفل. لسه عندي صلصه تانية هنعملها مع حضراتكم. صلصه التوم اللي هي الدقه اللي بيقولوا عليها دقه. كل دقه في قلبي بتسلم عليك يا جميل. طيب حبيبي يا سيدنا محمد، عايز اعمل هورن كشري. هنا بيني وبينه يعني انا مستنيه بفروغ الصبر اهي. كده نجيب دول على جنب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لما انا حطيت الزيت وسرقت المكرونه بتبقى مفرفره كده، ما ادري ما تكون قفشه مني. دي الاسباجيتي. بعد كده اروح جاي واخد المقصوصه، هي بتعزل لوحديها مع بعضيها اهو. كده تمام يا باشا. ادي الرز بتاعي الشعريه. ادي
نعم يا فندم. منى. الو. سلام عليك يا منى. ازيك يا شيف؟ ازاي حضرتك استي منى؟ الحمد لله، انا بعز حضرتك جدا ومتابعاك على فكره على طول. يا اهلا بسعادتك يا فندم، ده شرف ليا، ده شرف ليا. الله يخليك. اتفضلي. انا سايبه رقمي في الكنترول، امان عليك تكلمني لما تخلص. على عيني يا ست منى، اشكرك. امان عليك، عشان عايزاك في حاجه مهمه جدا. اشكرك يا ست منى. مصلحه يعني، مش حاجه تانيه. انا خدام سعادتك. ماشي يا شيخ. اشكرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. باي باي. باي باي يا ست منى. عشان عندي ناس ايه هنا ياما هتاكل، نعمل لهم برضو الطبق بتاعهم كده على جنب. نعم. ليه؟ ولاد النيلة ربنا يسترها معاك دنيا واخره. طيب بعمل ايه؟ اعمل كده بقى يا باشا. نعم فندم. شويه ورد وصايه يا باشا. يا عم محمود، استاذ عم محمود، ورد عليه، فل عليه. ايه يا عم ده يا عم؟ صلصه ايه الصلصه؟ سبرت يا عم الحاج، قاعدين هناك عند محل مش عارف ايه، ما ادري ايه، ما تذكر الله بقى. اروح بقى ايه كده، الصلصه بتاعتي اهي، هنعملها على جزئين، نشيل ده بقى كده عشان الجماعه اللي عندي بقالهم اسبوعين ما كلوش. واحد بيقول لي انا من رمضان اللي فات ما كلتش. تعالوا بقى نعمل الطشة اللي بالخل كده. اللهم صل على النبي. نقسم بقى الصلصة العرب عربين ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. ادي شطة اهي، رضوى طبعا بتموت في الشطة اهي، ست رضوى الشطة بتاعتك اهي، وادي بقيت الصلصة بتاعتي. لسه عندي صلصة تانية هجيب لي دلوقتي يا عمي. عمي 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 حسني يجيب لي البولة بتاعت الصلصة دي، الشطة هعلمها دلوقتي بقرن شطة عشان ما نقعش في مشكلة. دي لازم اعلمها كده بقرن شطة كده اهو. ها ودي الصلصة العادية. مخرج بيقول لي انت عمال تحور وتدور كده، شكلك مش عارف تعمل الصلصة اللي هي بالثوم. ماشي حاضر يا عم محمد، اشكرك يا سيدي. ادي حبة الثوم اهم كده. وادي الطماية بتاعتي. شوية كمون. يا ست عبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شربين؟
كل سنه وحضرتك طيبه يا ست. طيب وبصحه وعافيه يا رب ويخلي لك حبايبك كله. بعوده الايام يا فندم. الله يخليك. بقول لك يا شيخ شربيني اتفضلي معايا، ما بيطلعش محمر وحلو كده. ما هو لسه القصه دي انا ومحمد كنا متخانق معاها. وبعدين اللي في التليفونات عندكم بيغششونا غلط. ليه بس؟ علينا ويغششونا غلط. لا لا بقى هي عملت ايه؟ صباح الفل على مين حضرتك؟ صباح النور، كل سنه وانت طيب. دي الدقه بتاعتي، خلي بالك هقول لك عملنا البصل ازاي عشان ما يبقى طالع معاك زي الفل. وتسلم ايديك وعينيك يا رب. زي ما قطعت قدام حضرتك كده بدي له شويه ملح صغيرين. ايوه. وبدي له تنسيم الدقيق واقلبه مع بعضه. هيطلع معايا كده كريسبي زي ما انت شايفه اهي. تسلم ايديك. تسلمي لي. تسلمي لي. تسلم ايديك وبالهنا والشفاء على كل اللي عندك. ربنا يخليك يا فندم، بشكرك على اتصال حضرتك. النمليه بتاعتي مفتوحه؟ اه. فين يا ابني البتاعه بتاعت البتاع؟ يا ابني البتاعه بتاعت الصلصه فين؟ كده هنا حطيت خل اهو. يا ست ولا وادي كمان شويه ليمون. شويه ليمون اهم. يب كلمينا تاني ست ولاء. يبقى كده حضراتكم اهو دي الدقه بتاعتي، ادي البيض المدحرج، السوبريمه الصوص بتاع اللي عشان احط فيها الصوص بتاع الدقه. حبيبي يا سيدنا محمد، دي التش عندي الدقه دي خلاص كده. هنرجع بقى نشتغل في المخللات عشان ده لازمه. نعم يا فندم. طيب ماشي، ما علينا. والنبي لو اوريكي تقعد معايا كده زي اللي مش عارف ايه ما ادري ايه. يا واد يا جامد، يا واد يا جامد. قعر الحل لما يكون عندي الرز بتاعي كده بقعر الحل ما بسيبوش ابدا. هناخد فاصل عشان نغرف الكشري الاسكندراني. اوعى تروح المحطه، اوعى تروح في حته. رجعنا بقى على ايه؟ البتنجان المدحرج. ايه بقى البتنجان المدحرج؟ الاكله دي عايزه طبليه. انا ارجع بقى اقول لكم انا عملت الكشري بصفر ازاي؟ عندي رز وشعريه وبصل ومكرونه، عندي توم، كمون، شطه، عدس، حمص، طماطم، زيت عباد الشمس، الحمص لازم يكون مسلوق. الاسكندراني الكشري الاسكندراني، ايوه ارقص. عندي كشري اسكندراني، رز، عدس اصفر قده، رز قد العدس الاصفر، مش ربع كوبايه لا، ده قد ده، كوبايه كوبايه. وميه، مكعب مرق دنهار، وبصلايه ناعمه، فص ثوم، عندي كمون، ملح وفلفل، ومعلقه طماطم بوريه، وبيض مدحرج. ده طلع الاسكندراني بتاعي. البتنجان بقى ليه على النار اللي هو البتنجان المدحرج غير البتنجان المخلل. هعمل الدقه بقى دلوقتي اللي هي دي احنا بنعيش عليها في بيتنا على طول ما بنتنازلش عنها. ادي توم اهو، التوم ده عندنا، وادي كمون اهو مش كتير، ادي فلفل اهو كده، وادي كمان شويه فلفل مش كتير عشان رضوى ما بتحبش الفلفل، بس ايه ادي. والخل ماشي، قلنا الله حليم ستار. ليمون، لكن الاساسي عندي بقى هنا انا بحبه ايه وانتوا عارفين كده، ادي الليمون بتاعي اللي هو البنزهير دوت، بقطع كام واحده احطهم كده بيدونه طعم حلو قوي 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 كده، بقشره بيقعد عندي في البيت بالشهرين في الثلاجه، هموتها لسه. حتى بعت حبه هديه لحبايبي، بس يا رب يعجبهم لانه بيضحكوا على الاكل دايما كده اهو. بياخد ملح كتير حقيقي اهو، ادي الملح، لان ما بحطش كله لا، انا بحط على قد بس ملح بيخليه ايه. وبعدين خدي حقك منه والباقي حطيه في الفريزر. صلى على الحبيب، اذكر الله وصلى على النبي.
انت شغال مع تربات تي؟ اذكر الله. الله، هات لي يا ابني خل تاني يا ابني عشان نخليها خل. بس كده حلو قوي. يا سلام، اخد دقه كده. تضرب في النافوخ يا عم عبد الرحمن. عم عبد الرحمن؟ ايوه يا استاذ شربين. ايوه يا عم عبد الرحمن، عامل ايه؟ والله انا زي الفل، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ ماشي على العلاج وزي الفل. انا بحبك قوي يا استاذ شربين. صباح الفل عليك يا ابني. ماشي، امرني يا قمر. عايز اعرف بس طريقه البيتزا. البيتزا من عيني يا عم عبد الرحمن، بشكرك على اتصالك يا جميل. ده كده خليه على جنب على ما يبرد شويه، او اكون انا حشيت الطماطم بتاعتي. مقادير البتنجان هو مقادير الطماطم عندي. توم، ليمون، كمون، خل، فلفل حراق، ملح، طبعا اهم حاجه الليمون والخل والثوم والشطه. ده بعمل ايه بقى كده؟ هجيب الطماطم بتاعتي الحلوه دي ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم دلوقتي. كده الطماطميه اهي، بروح عامل كده، واحد اتنين تلاته كده، واحد اتنين تلاتة اهي. نشيل الزر ده، واحد اتنين تلاتة. لو عايزنا نرمير مين؟ احلامك اوامر. بس لعلمك بيحل عليه ما هيش ميت. انت صعبان عليا معلش، بتحصل عادي يعني، وخليك خلي روحك رياضيه. النكد. ماشي، انت عارف انا في الحاجات دي ما اقدرش، انا بصبر، قصدي بغطي. طيب كده بقى، صلى على ايوه كده، ما انا في العزبه. منك لله يا اشرف. بصوا بقى يا شباب، عايزين نشيل بقى كل حاجه من هنا عشان ايه، احنا قفلنا الشغل وكده. حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي حبيبي يا محمد. بشتغل انا في الحاجات البتنجان والحاجات دي، ببقى مزاجي ايه. عنب 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 عنب، عشان انا فلاح واخد على اكل الحرشه ده. اكل الحرش ده حلو قوي، عشان كان مره الحاج محمد قشطه كان قاعد معايا وكان بيحكي لي في اكل حرش كده كتير، لما انا تهت منه مش عارف اروح فين ولا اجي منين.
بس دي بقى عايزه تتاكل على طول بسرعه عشان ما يسرحش فيها الملح وتدبل مني الطماطمايه. لا عايزها فريش يا دوبك على الطبليه كده. اروح جايب طبق الكشري مليه اهو وابدا ايه اشحن بقى. يا عم احمد سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حمادة؟ الحمد لله. وامرني يا قمر. عايز اعرف طريقة الكيكة بالبرتقال. من عيني يا سعادة الباشا اشكرك يا فندم. بشكر حضرتك على اتصالك. حاضر على عيني. يا عم هاشم. الو. الو. ايوه يا عم هاشم. ايه عامل ايه؟ والله انا كويس يا عم هاشم، انت اخبار سعادتك ايه يا باشا؟ تمام الحمد لله وحشنا. امرني يا قمر. عايز طريقه الدمع الصعيدي. ليه يا فندم؟ الدمع الصعيدي. بامية صعيدي؟ اه. على عيني يا قمر، على عيني على عيني. بيقولوا عليها ويكا او الباميه الجميله بتاعتنا. هم طبعا الصعايده بيموتوا في الباميه والملوخيه، حاجتين دول عندهم اساسيين. وفعلا تلاقي اجمل حاجه في الدنيا الباميه والملوخيه حتى للمعده. يا عم محمد سلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شربين؟ عم محمد سلام عليكم. والله الحمد لله تمام. تؤمرني يا عم. والله في نعمه يا عم محمد. والله بس انا بنشكرك جدا على الاكلات اللي انت بتعملها، ومش عارف اقول لك ايه يعني. ربنا يخليك لنا يا رب دايما، ما حرمناش منك ابدا. ده انا خدمك يا عم محمد، ما قلتولش كده لان ده واجب عليا ولازم اعمل كده. بس اللي بقدر عليه بعمله والله يا ابني. الله يخليك يا شيخ، ربنا يوفقك يا رب ويقدرك على فكره. سعادتك. كنت عاوز اسالك على طريقه عمل الترمس، والريحه بتاعتها مش بتكون طيبه، ريحه الميه في الترمس. الترمس؟ اه. الترمس فيه ترس، الترمس بيقعد اسبوع يتنيع عشان خاطر يبقى اللي هو الممرر البلدي. وفي ترمس سريع يتسلق النهارده وتملحه وتاكل منه في نفس اليوم. وفي ترمس اللي هو ممرر، وده طبعا افيد لانه صحي جدا. افيد وصحي جدا. ده لازم حضرتك بتسلقه، وبعد ما تسلقه بتنقعه في الميه لمده 4 ايام وكل يوم بتغير الميه بتاعته. بس وانت بتسلقه اديله شويه ملح ليمون، هيسهل معاك السلق ويشيل المراره شويه. وبتحطه لمده 3 ايام تغير الميه بتاعته عليه. كل يوم بالليل قبل ما تنام تروح مغير عليه الميه لمده 3 ايام 4 ايام، مش مشكله. بس اهم حاجه كوبايه معلقه الملح الليمون وانت بتسلقه، هيبقى معاك زي الفل ان شاء الله. نستاذنكم ناخد فاصل ونرجع لكم تاني. ولا تغير المحطه ولا تروح في اي حته. رجعنا بعد الفاصل كده حضراتكم. عملنا مجموعه الكشري. اكل النهارده حرشه وجميله، مش محتاجه واسطه. عملنا ايه؟ عملنا كشري اسكندراني، عملنا كشري مصري. الكشري المصري ليه 3 دقات. واحدة من غير شطة، واحدة بشطة علمتها بقرن فلفل، ودقة التوم والخل اللي هي مفروضة بيقولوا عليها الدقة الحلوة دي جميلة دايما. لكن المهم عندي التقلية. اخد عدس وحمص، في نوع منه بعمله بسوي الحمص العدس اللي بجيبه ده بسويه مع الرز، بيطلع طعمه حلو جميل جدا. بصلية ناعمة مع فص ثوم، فحمرها بزبدة او سمنة او زيت، هي زيت مفروض. بعد كده بحط العدس واقلبه واخليه يغلي غلوتين، وبعدين انزل عليه بالرز بتاعي يطلع مع بعض. اهم حاجة الكمون معاه. العدس الاسكندراني عملناه النهارده، زودنا معاه معلقه طماطم عشان ايه يبقى زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، مع البيض المدحرج، مع البيض المدحرج. لكن اهم ما في الموضوع عندي ده هو طبق البتنجان اللي قدام حضراتكم ده. طبق البتنجان ده انا بعمل له تعظيم سلام. ليه؟ ده حكايه لوحده، ده حكايه.
نفس الدقه اللي عملنا بيها البتنجان عملنا بيها الطماطم، بس الكلام ده لازم يتاكل، الطماطم بتتاكل في نفس اليوم ما تستناش، لان لو استنت الملح بينزل مع الطماطم بيتفاعل معاها بيخلي الطماطم تسيح مني وتدبل. لكن فريش كده اطلعها مع طبق الكشري وافضل اديها زي ما انا عايز. مين يا فندم؟ يا عم احمد سلام عليكم. السلام عليكم يا عم احمد، ازي حضرتك؟ كل صحه طيبه يا شيف شربيني، عامل ايه؟ بعوده الايام يا عم احمد. بقول لحضرتك قلت لحضرتك سؤال بس شيف شربيني. امرني. كنت عايز طريقه هريسه للحلويات، حلويات. وكنت طلب تاني بس ان انا كنت حضرتك شيف حلواني في فندق الهيلتون، فكنت عايز اطلع مع حضرتك في حلقه كده، اديب حلقه ان شاء الله باذن الله لو في نصيب. مش سامع كويس. حضرتك فندم انا شيف حلواني في فندق الهيلتون، فكنت عايز اطلع مع حضرتك في حلقه كده لو ضيف حلقه ان شاء الله يعني. يعني انت بعد. عايز تيجي تقدم حلقه حلواني عندي؟ لو اتشرفنا اتشرف بسيادتك فندم واقعد معاك حلقه يعني، ده شيء. انت اشتغلت حلواني قبل كده ولا شغال حلواني؟ لا انا في فندق الهيلتون يا فندم اسكندريه، واشتغلت في هيلتون رمسيس يا فندم. اهلا بيك. طيب انا اسيب الرقم وهتصل بحضرتك. اشكرك يا فندم، اشكرك. طيب جالي سؤال عن الشاورما، هنتكلم عن الشاورما دلوقتي ونقول لكم ايه الفرق بين الشاورما اللحمه وشاورما الفراخ. شاورما اللحمه بديها معلقه قرفه ناعمه، شاورما الفراخ بديها معلقه كركم مع الزبادي. اللحمة ما بتاخدش زبادي، لكن ممكن اديها زبادي اضطر معايا. لكن الفراخ ما بتاخدش قرفة ناعمة. نتكلم عن اللحمة الأول، قرفة ناعمة وقرفة خشب وبصل وعصير طماطم وعصير ليمون، خل، معلقة سكر، زعتر، ورق لور، وحبهان، قرنفل. كل دوت بتبل فيه اللحمة لمدة 4 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات، زي ما أنت عايز. بس بقطعها شرايح عشان تشرب مني. بعد ما بتقبلها بحس ان الدم مات فيها، بقت ابيضت مع اللحمه مع الخل والليمون اللي حطيته لها. بطلع الطرنشات اللي مقطعها، بقطعها رفيع جوليان خالص، ويكون عندي طاسه على النار حاميه جدا. غاوي تحط لها ليه زي ما بتاكلها في الشارع بالليه بتاعتها دي، هات حته ليه حطها في الطاسه ونقطه زيت وانزل عليها باللحمه بتاعتك اللي قطعتها وقلبها بسرعه جدا. هي متبله جاهزه، ما عليك انك تديها شويه طماطم، شويه فلفل جوليان، شويه بصل جوليان وهي طالعه، عشان يبقى بالبرواز معاها او الجرنش بتاعها. نرجع بقى للفراخ. نفس التتبيلة، هنقول زبادي وكركم، ملح وفلفل، مية بصل، مية طماطم، زعتر، فص ثوم، ورق لورو، حبهان، قرنفل. بتبلها معاها كويس قوي، اديها شوية الزبادي طبعا، شوية زيت زيتون. وبعد كده نفس القصة، بخليها تقعد 2 3 4 زي ما انت عايز. بطلعها واقطعها جوليان، نفس اللي عملته مع اللحمه هعمله مع الفراخ. اللي انا منعته من الفراخ اللي هو القرفه، واللي منعته من اللحمه الكركم. اسهل حاجه تقدر تعملها الشاورما في البيت عندك. لكن الفراخ ما بتاخدش ليا، ما بتاخدش ليا. يبقى كده حضراتكم جاوبنا على شاورما الفراخ وشاورما اللحمه. ايه السؤال اللي بعده تاني؟ الهريسه والله ومقاديرها عندك يا ست رضوى. يلا نشوفها على الشاشه قدام حضراتكم. ادي الهريسه عندي 500 جرام دقيق سومولينا، 250 جرام زائد سكر، زائد 150 جرام لبن، عندي 50 جرام عسل كلوكوز، 125 جرام جوز الهند. جوز هند ولا جوز؟ ماشي. طيب وعندي 100 جرام دقيق ابيض، 100 جرام سمنه، وبعد كده الحشو عندي موضوع 100 دقيق سومولينا و100 جرام سكر، مكسرات 100 جرام، برضو عسل كلوجوز 50 جرام. دول بضربهم كلهم مع بعضيهم، بحشيهم في النص وبقفل من فوق ومن تحت، بحط نص كميه الخليط اللي عندي في الصينيه، اضغط عليه بايدي، ادهنها طحينه من تحت او سمنه، او اديها ورق زبده، او اديها ورق زبده. بحط نص الخليط اللي عندي، بحط الحشو في النص، وبقفل بنص التاني من فوق، بقسطها باي طريقه انا عايزها. عايز اعمل اي رسومات سامبوكس او سلايز او سامبوكسات او مربعات، زي ما عايز تعملها مروحه، زي ما انت عايز، بتدخلها الفرن هتطلع معاك هريسه. نورهام. الو. السلام عليكم يا نورهام. عليكم السلام. الحلاوه دي يا شيخ. ده حلاوه المولد.
لا بجد تسلم ايدك على كل اللي انت بتعملهن. انا نفسي اجيب حاجه من السماء واجيبها لكم والله، لان انتوا خيركم علينا وكفايه انه بس انتوا بتتابعونا، ده شرف لينا كلنا. لا والله بس بجد تسلم ايدك والله على كل حاجه انت بتعملها. انت شكلك كده بتحب الكشري. بحب ايه؟ بتحب الكشري. اه وانا بموت فيه. ليكي سؤال يا فندم؟ اه كنت عايز اسال بس على طريقه الفراخ وصينيه الفراخ بالبطاطس. صينيه فراخ بالبطاطس؟ اه الله عليك حلو قوي. هجيب فرخه عتقيه حلوه، اروح مقطعها على 6 قطع على 8 قطع زي ما انا عايز، بديها شويه ملح وفلفل وشويه توابل وعصير طماطم، محمرهم الاول في طاسه كبيره، في نفس الطاسه اللي بحمر فيها ديت اروح حاطط عليها ايه شويه بصل جوليان، البطاطس متقطعه ترنشات، شويه كرفس، شويه كرات، شويه ثوم مفروم، شويه كمون، ملح وفلفل، وافضل اقلب بشوح كله مع بعضه. بعد ما احس ان هم اتشوحوا بقى دخلوا على سوا، اروح نازل عليها بالفراخ اللي انا شوحتها قبليها، واروح جايب عصير الطماطم حاططها عليها او طماطم ترنشات، بس اهم حاجه عندي الكرات والكرفس والبصل والثوم والكمون، الملح والفلفل، البهارات الجميله دي، ورق لورا وحبهان. بعد كده بحط كله في صينيه، اديله مكعبين مرق عشان طعمهم، اديله شقشق ميه بسيط عشان ما تبقاش ناشفه مني وما تبقاش سايسه في نفس الوقت. كل الكلام ده بحطه في صينيه وادخله الفرن، هتبقى احلى صينيه فراخ بالبطاطس. شكرا ليك. عايز حاجه مني تاني يا محمد؟ ما تخلينا بات معاك يا حسن. حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل. انا عشان عارف واخد غدايه معايا، هو واقف عمال يعذبني. بشكركم لحسن تعبيتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.